هنروح محافظة كفر الشيخ، وهناك وسط الأراضي الزراعية في مزرعة سمكية مكثفة ومغلقة وذكية، أول تجربة طبعا أثبتت نجاحها من هذا النوع داخل صوب زراعية في محافظة كفر الشيخ. ببساطة هو نظام تدوير المية المستخدمة في المزارع السمكية بفلترتها ميكانيكيا وبيولوجيا عن طريق فلاتر ميكانيكية وعن طريق فلتر بيولوجي وبروتين سكيمر، وان انا ارجع بعد كده احط لها اشبعها بالاكسجين اللازم للاسماك وارجعها للاحواض مرة اخرى. وده اللي بيساعد المزرعة نفسها والنظام المغلق ان انا ما بهدرش اي نوع من المية خالص، عندي تقريبا بعمل سيف للمية ب 97%، وبقدر ان انا احافظ على نسبه الميه من البخر والتبخير اللي بتحصل في النظام الطبيعي. المزرعه دي اهم ميزه فيها هو وفر الميه، ان هي بتحافظ على الميه بنسبه 97%، وكمان بتوفر الارض بنسبه 85% لان هي بتديني انتاجيه قد انتاجيه 10 فدادين. يعني المزرعه دي على مساحه 350 متر مربع بتديني انتاجيه ما يقارب 10 فدان من انتاجيه ال 10 فدان الطبيعي. وكمان بان انا ما عنديش اي مخرجات بتضر بالبيئه، سواء كانت ملوثات او رواسب او اي حاجه برميها خارج المزرعه نفسها، ده بالعكس كل حاجه بتكون في المزرعه عندي انا برجع استخدمها وبرجع ادورها وباخد المخرجات اللي طالعه من الاسماك الرواسب الثقيله وازرع بيها، حتى المخرجات اللي تطلع من السمك بعد تصنيعه برجع اعمله واصنعه عندي في علف وادخله ثاني في علف للسمك. الفكره من البدايه كانت في زياره عمل للصين، كنت هناك وشفت ناس عندهم عاملين مزرعة بتنتج كميات عالية جدا من الأسماك ومساحة قليلة. كان الموضوع ان انا ليه ما نعملش حاجة زي كده عندنا في مصر، بس كانت المشكلة ساعتها في الوقت ده انه تكلفة الإنشاء وتكلفة المعدات كانت غالية علينا جدا، وده اللي كان بيحد ساعتها المشروع ده انه ينتشر ويكون موجود. فكانت التفكير على مدار سنة ونص ان احنا ازاي نوفر في تكلفة المعدات دي، وساعدني في كده الفكر الهندسي معايا واخواتي موجودة معايا في المشروع علاء وعمر، والشباب دول ساعدوني ان احنا ازاي نقدر نصنع المعدات دي كلها زي ما حضرتك شايفين كلها بتصنيع محلي، وقللنا تكلفة الانشاء كاملا بفكر اللي هي تقريبا اقل من 10 اضعاف المشروع. الأهم عنصر اللي أنا شايفه بخاصة بالتغيرات المناخية هو غاز الميثان وأكسيد النيتروز، دول من أخطر الملوثات على الاحتباس الحراري واللي وانتشر جدا في الفترة الأخيرة في المزارع السمكية التقليدية، نتيجة إن زي ما قلت لحضرتك إنه الأرضية بتاعة الحوض بتكون مليئة جدا بالمخلفات بتاعة الأسماك وفضلات وبقايا العلف، ده بيؤدي إلى تحول غاز الميثان في البكتيريا اللاهوائية واكسيد النيتروز، واللي هو اصلا بيمثل حوالي تقريبا نسبه ما يقل من 20% من الملوثات اللي تخرج زي ثاني اكسيد الكربون والمركبات الكلوروفلورو. الحاجه الثانيه في المزروع عندي هو ان انا بوفر الميه، انا ما عندي بقلل موضوع التبخير اللي بيحصل نتيجه المسطحات الشاسعه بتاعه الاحواض التقليديه، انا هنا بقلل من البخر اللي بيطلع وبقلل من الاحتباس الحراري نتيجه بخار الميه. الحاجة الثالثة كمان ان انا بوفر المساحة نفسها بتاعة الارض الزراعية صالحة للزراعة، اقدر ازرع فيها وانتج فيها محاصيل زراعية، اوفر بيها مكان لغيره من المشروعات. المشروع بالنسبة لي في الاساس بيوفر مساحة ارض تقريبا 85%، يعني المشروع ده بمنشأ على 350 متر مربع، عشان اعمل نفس المشروع ده في مساحة تانية محتاج حوالي 10 فدادين، فانا بوفر مساحة ارض صالحة للزراعة بنسبة 85%، وكمان بوفر مية بنسبة 97%، يعني انا بستهلك هنا حوالي 2.2 متر مكعب ميه لكل كيلو جرام سمك، في المزرعه التقليديه بيستهلك حوالي 11 متر مكعب لكل كيلو جرام سمك، فده انا كده وفرت الميه ووفرت الارض الصالحه للزراعه وكمان ما لوثتش البيئه. الفرق في الجوده اللي هنا عندي، انا باول حاجه انا مش معرض لاي بكتيريا ولا اي عدوى بتجي لي من الميه ولا اي ملوثات تيجي من بره، عندي السمك خالي جدا من اي ملوثات، خالي جدا من اي مواد او متبقيات للاسمده او الترصيب او اي شيء، بيكون جوده السمك عاليه جدا، وكمان كميات الاسماك اللي بنتجها يعني الحوض اللي موجود عندنا ده بينتج لوحده 800 كيلو في المتر، 800 كيلو في الحوض الواحد اللي هو مساحته تقريبا او اجمالي الميه اللي فيه 15 متر مكعب.
بقدر من خلال المزرعه دي ان انتج 25 طن في السنه، وده اللي عشان انتجه في مزرعه مساحتها 10 فدادين. تم التواصل معانا بالفعل مع المحافظه والجامعه عشان نشارك معاهم المشروع ده من افكار ورؤيه والتكنولوجيا اللي احنا وصلنا لها وازاي ان احنا نقدر نستفيد منها. وبصراحه المحافظ ما قصرش، اللواء جمال نور الدين ما قصرش معانا جدا وكان موجود معانا بشكل داعم بشكل قوي، وجالنا وزرنا في المزرعه هنا واعتمدوا المشروع بتاعنا كمان في التغيرات المناخيه، وكان ده بصراحه يعني عملنا سبورت جامد جدا في اي مشاكل وفي اي حاجات احنا كنا فعلا بنلجأ له في الموضوع ده. زي ما كنا بنقول يا شاذلي، البركة دايما في الشباب، التفكير المختلف، فكرة ان الشباب بتحاول تسعى للشغل وانها تدور على فرص عمل بديلة وانها تشوف مخارج مختلفة لفكرة البطالة اللي كانت موجودة في فترة من الفترات وانهم يبتدوا يشتغلوا عليها. فكرة 350 متر يتعمل عليهم مزرعة سمكية، عارف 350 متر دي يعني لو جينا نقول هيبقوا حوالي 2 قيراط. ففكرة ان انتاجية 2 قيراط يساوي 10 فدادين من الارض، فانت متخيل كمية الوفر اللي موجودة في الارض، موجودة في المية، موجودة في الادوات، موجودة في الحاجات المستخدمة. فكرة ان هم مستخدمين شكل مختلف او احواض من البلاستيك علشان ما يبقاش في اي نوع من انواع التهدير، ما فيش حفر في الارض والبلاستيك موجود على وش الارض، فالتهدير البسيط اللي بيحصل في المايه بيبقى بس من التبخير. اعتقد ان ده فارق قوي. الحوض الواحد يمكن بيطلع من 800 كيلو ل 1000 كيلو كل 3 شهور، فما شاء الله. لا تجربه مهمه جدا، وبعدين شوفي الفكره جات لهم ازاي. رحنا الصين فشفنا التجربه منفذه في الخارج، فجينا قررنا ان احنا نعملها هنا، وكل حاجه كانت بايادي مصريه. وبالمناسبه عارضين ان اي حد حابب ان هو يتعلم من هذه التجربه عشان يعمل مزرعه سمكيه بهذا الشكل، ممكن يروح لصاحب هذه المزرعه عشان يتعلم منها ويبقى مصدر دخل جديد.